أما أبعاده 9.3 في 68.2 في 137.4 ملم ووزنه 143 جرام. أما شاشة HTC One فهي Super LCD 3 Capacitive وحجمها 4.7 بوصة وبدقة 1920 في 1080 بكسل وكثافة 469 نقطة في البوصة. كمان فيها ميزة محرك الألوان الفوري وبزاوية رؤية 80 درجة، وكل ده بيضمن لك دقة وألوان كويسة. كمان الشاشة محمية بأزرار من نوع غوريلا جلاس 2 وده بيحميها من الخدش. أما الصوت في موبايل HTC ففي ميزة البيتس أوديو، وده طبعا اللي بيساعد على تنقية الصوت. كمان صوت المكالمات بيكون نقي جدا بسبب ميزة السانس فويس، ودي اللي بتخلي صوت المكالمة نقي حتى لو كنت وسط الزحمة. ولو اتكلمنا على الكاميرا في HTC One فهي 4 ميجا بيكسل بتقنية ألترا بيكسل ودقة 2688 في 1520 بيكسل، وكمان فيها سنسور للإضاءة الخلفية وفلاش LED. أما الكاميرا الأمامية فهي 2.1 ميجا بكسل وبجودة 1080 بكسل و30 لقطة في الثانية، ومعالج HTC One ربع النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز ورامات 2 جيجا، وده معناه إن الجهاز سريع. أما نظام التشغيل فهو جيلي بين 4.1.2. أما الذاكرة فهي 32 ميجا بايت، بس من عيوب الموبايل إن ما ينفعش أحط له ميموري كارد. أما البطارية فممكن تفضل شغالة لحد 18 ساعة، بس من عيوبها إنها ثابتة ما ينفعش إن أنا أبدلها. وطبعا موبايل HTC One فيه بلوتوث، واي فاي، جي بي إس، جافا وراديو إف إم، وفي كمان تقنية الاتصال قريب المدى الـ NFC. ودي كانت بصة سريعة على موبايل HTC One. وقبل ما أمشي، لو عايزين تعرفوا أي حاجة عن التكنولوجيا ادخل على technology.tv خد فكرة. باي باي.